الامريكا الفورد ما فيش كلام كتير يعني عليه يعني انما ان هو معمول من ثلاثه فيسلز نورمالي وان فين وتو ارتريز، والارتريز دول بيجيبوا الدم من الفيتس للبلاسينتا، والفين هو اللي بيجيب من البلاسينتا للفيتس. تمام. ولو خدنا في كروس سكشن هتلاقي ادي التو ارتريز والوان فين. تمام. ولو بالدوبلر هتشوفهم كده، ادي كروس سكشن في التو ارتريز وادي الفين فين اهو. ولا احسن حته بنشوف فيها اللي يهمنا انه نشوف ان عددها كتير في وان فين، عمره ما هيبقى ما فيش فين، ما فيش فين ده بيموت. تمام. فانما ساعات يبقى في وان ارتري سنجل ارتري، والسجل الارتري ده ليه تداعيات يعني ما تكونش دعوه بيها انتوا او تداعيات الاشعه، انما عشان نتاكد ان في تو ارتريز احسن حته اشوف فيها حوالين اليورينا للبلادر بتاعت الفيتس. التو امبلاكال ارتريز بيخشوا اللي هم بعد كده بيبقوا التريتد لما البيبي يتولد يبقى تو امبلاكال ليجامنتس لو انتوا فاكرين يعني. خلاص. انما ما علينا، المهم يعني ادي اليورينا للبلادر الصوره دي وحواليها تو امبلاكال ارتريز، يبقى كده ده نورمال. حاجه الكلام ده كلام برضو نظري ما يعني ما فيش هدي واحد هنا هدي واحد مش هشوف التاني، هدي واحد وادي واحد هتشوف ناحيه وناحيه لا، هدي واحد وادي التاني هتشوف هنا والتاني ما تدور ما تلاقيش. خلاص. او هنا برضو تلاقي وان فيسل كده وما فيش، وهنا دول واحد بس يبقى فين وواحد بس من دول. وطبعا بايومتري بقى ومقاساته بتاع ده كلام فارغ او كلام اكاديمي يعني ملوش دعوه بالكلينيك. الكروس سكشن عرضه قد ايه وطوله قد ايه، محدش بيعمل الكلام ده خالص، ملوش اي كلينيكال امبورتنس. ده كروس سكشن الثاني، ادي الفين وادي الارتريز زي ما انتم شايفين كده. ده كروس سكشن وان ارتري وان فين، وادي الكلر دوبلر مفيش غير تو فيسلز. تمام. وفي انومالي ثانيه فيري ريال يعني انك تشوف اللي فاتت اللي فيها سنجل ارتري دي ليها مشاكل البيت. انما ساعات يبقى في تو فينز وتو ارتس دي ما لهاش مشاكل يعني، ونادره جدا يعني انا ما شفتش الحاله دي في حياتي كلها. ف تكبروا دماغكم يعني. حاجه ثانيه برضه يعني لو حد منكم هيشتغل شويه ممكن يعملها، انه ساعات الامبلاكا الكورد ده يبقى ملفوف حوالين في تلفاز، وده موجود في 25% نقط يعني ربع البيبيهات بيتولدوا الكورد مفتوح حوالين رقبته. انما ما بيعملش مشاكل غير في حوالي 3% بس، ان الكورد هو نازل يتشد فيتقفل فيبتدي البيبي بقى هايبوكسيك ما يوصلوش دم كفايه. تمام؟ طبعا اثناء الولاده احنا بنبقى في حاجات تمونيتور الفيتس يعني بقى الفيتال هارت وبتاع، فلما يحصل مشاكل بندخل ازاي وما بندخلش ازاي، بما ان احنا في مصر ما عندناش الفيتال مونيتورنج ده كويس ديورنج ليبر والست بتولد مفيش حد بيقعد جنبها عندنا زي البلاد الثانيه، ف بيبقى كويس ان انا اشوف الكورد اراوند ذا نيك وهايلايت المشكله دي للدكتور اللي هيوديها، اقول له خلي بالك البيبي ده فيه كورد اراوند ذا نيك عشان هو بيولد يعني قاعد حد جنبيها يعمل لها سيزيريا بيتصعب. تمام. وده ممكن اشوفه بس بالكارب ده ان انا اعمل كروس سكشن في الفيتال نيك زي كده واشوف الكورد ده حواليه. طبعا ده كروس سكشن، لو شفت الماتيريال ممكن اعدهم كام لون، انا مش هتفرق فرد مكتوب مرتين وثلاثه، انما مش هتفرق. اللي يهمني هل في كورد اراوند هيك ولا لا، وطبعا الكلام ده بنعمل كومنت عليه بعد 34 اسبوع لانه البيبي وارد انه يلف يتشقلب يعني ويفك الكورد، انما بعد 34 اسبوع عاده البيبي ما بيلفش ما بيتشقلبش، مفيش مكان يتشقلب فيه، اليوترس بقى صغير عليه، فلو في كورد هيبقى في كورد اراوند. فاللي يبقى عنده كارت دكتور ويعرف يشوف كده يعني، انما برضه عايز اكسبيرينس جامد شويه. تمام. اي حاجه ثانيه في الكورد لا تعني اي شيء. تمام. في حاجات زي الكورد انسيرشن زي دي كده يقول لك اصل فازر بيبي مش عارف ايه، ده كلام بنلاقيه بالصدفه. فازر بيبي يعني 20 يعني ايه بلاسينتا بيبي؟ يعني ها؟ يعني ما انا عارف الموضوع يعني ايه
ايه اللي عملت يعني؟ بلاسنتا فيجا يعني بلاسنتا مغطية الانترنالوس او يعني جاية عامة. فبازا فيجا يعني الفيسل، بازا يعني فيسل. الفيسلز بتوع الامبلاك الكور معديين عند الانترنالوس. وده طبعا لو حصل اثناء الولادة انه الفيسلز دول قطعوا البيبي موت. فانما دي حاجة ما بندورش عليها. فما حدش يقول لك بس كان بازا فيجا وانت ما قلتليش. ساعات بنلاقيها صدفة ونصورها، ده مش روتين عشان بس اللي يسمع الحكاية دي ما تفرش دماغه انه عمل حاجة غلط او بتتي حاجة. ما فيش حاجة اسمها ندور عليه روتين، بس اكستريملي ديفيكال اند يو نيد تلات دقايق. تمام؟ نعم. الكورد انا بعلق عليه في روتين ولا لما يطلب مني هو يطلب مني انولي ولا انا لو شفته علق عليه؟ الكورد اراوند نيك؟ لا اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي عموما عموما اللي مطلوب منك حاجة واحدة بس، بس الكورد فيه 3 فيسلز بس. طيب معلش سؤال تاني، الدولار بعد 40 اسبوع حركه الكلام ده ان هو مفيش الترا ساوند بعد 40 اسبوع لا دوبلر ولا غير دوبلر. ما مش كده عشان ما مفيش كورليشن ما بين الفيتال اوت كام والدوبلر فاينلز بعد 40 اسبوع. يعني ممكن الدوبلر يبقى كويس والبيبي يطلع وحش بعد 40 اسبوع، فمفيش اي كورليشن، ما لقوش، دوروا وفقدوا الامل وبطلوا. تمام؟ ناقص بقى نقول كلمتين بسرعه عن البلاسينتا خلاص. السيرفكس والامنيوتيك فلويد الكورد حته صغيره، وبعد كده نقول البلاسينتا والكلام ده.